قمنا بتنظيم مسابقة التعليق الصوتي في طبعتها الثانية هنا بالجامعة، كانت فيها المشاركة حوالي 300 طالب وطالبة من مختلف الجامعات الجزائرية. هذه المسابقة التي تفتقرها الجامعة، نحن نقوم في كل مرة بدفع الطلبة للساحة الإعلامية. أنا متفاجئ جدا بالمواهب اللي شفناها تاع الشباب، عندهم خامات وأصوات صالحة وجاهزة للبث الإذاعي مباشرة يعني بدون أي تدريب، وهذه فرصة للطلبة، لأنه دائما الإنسان اللي يكون حاب يدخل مجال الإعلام لازم له فرصة، لازم له بداية. والتعليق الصوتي اليوم شفنا مشتلة من المواهب في مجال التعليق الصوتي، خامات صوتية رائعة جدا متنوعة بين الرخيمة والأصوات الجهورية إلى آخره، تحتاج فقط من يأخذ بيدها إلى الاحترافية. المسابقة هذه كانت جد رائعة جدا، أجواء جميلة جدا، تعرفنا على لجنة تحكيم وقامات في هذا المجال، تعرفت على طلبة ومعلومات بزاف كثيرة. صراحة نثمن مثل هذه المسابقات. جيت من ولاية ميلان لهنا البوليدة باش نشارك في مسابقة يونيفويس في طبعتها الثانية، واللي كان لي الشرف أن يكون ضمن هذه المسابقة.